أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى. كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، هذا الكلام الذي كنا نسمع كلام من؟ فكيف يكفر بالله ويجحد؟ كيف يوجد ملاحدة وعلمانيون لا يؤمنون بوجود الله؟ هل يوجد كلام بدون متكلم؟ ولقد أوحينا، من المخبر بهذا الخبر؟ الله جل جلاله وعظم سلطانه. ولقد أوحينا إلى موسى، عرفتم من موسى؟ هذا ابن عمران كليم الله الذي كلمه كفاحا بدون ما واسطة، نبي ورسول بني إسرائيل. وقد عرفتم في كتاب الله قصة موسى من يوم ولادته إلى أن نصر الله به دينه وأولياءه. سبق في الآيات السالفة أن مباراة تمت بين موسى وهارون عليهم السلام من جهة، وبين سحرة فرعون من جهة أخرى، وكانت مباراة حضرها الألوف من الناس، ما بقي في الإقليم إلا وحضر وشاهد، وكانت على ساحة عجيبة. وأرسل السحرة حبالهم وعصيهم فتحولت إلى ثعابين وحيات تهتز. وأمر الله تعالى رسوله موسى أن يلقي عصاه، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا. فألقاها فإذا بها لها فم دخل فيه كل ذلك الذي كانوا يشاهدونه من العصي والحبال، تلقفته. وهنا كما أخبر تعالى غضب فرعون غضبته على السحرة لأنهم انهزموا في نظره، فحكم إذن بإعدامهم وقال لأصلبنكم أجمعين، لأقطعن أيديكم وأرجلكم ولأصلبنكم أجمعين. وبالفعل فعل، ودخل الجنة أولئك السحرة، وهذا فضل الله ورحمته
بالأمس كانوا كفر مجرمين مشركين سحرا، فأمسوا في دار السلام منعمين سعداء بين النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هذا فضل الله عز وجل ورحمته. وهنا غضب فرعون ودفعه رجاله، لما نسكت؟ هيا نقضي على هذا الشعب، نقضي على بني إسرائيل، نقضي على موسى، أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، فهيا نقتل أبناءهم ونستعين نساءهم. وكان هيجان، ولجأ موسى إلى ربه، فأصاب فرعون بلاء لم تعرف البشرية له نظيرا، فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، وتحولت أموالهم إلى خشب وعيدان، وما آمنوا ولا اهتدوا. فأمر الله تعالى موسى أن ينحاز مع بني إسرائيل يتهيئون للرحيل والخروج من الديار المصرية، فجعلوا بيوتهم قبلة واستقروا فيها ينتظرون أمر الله عز وجل. فأذن الله لهم بالخروج فخرجوا. إلى أين؟ إلى البحر، وجبريل عليه السلام على فرسه يتقدمهم وهم وراءه. فلما وصلوا إلى البحر واضطرب موسى وقومه كيف، فأوحى الله تعالى إليه أن اضرب بعصاك البحر، فضرب فانفلق 12 فرقة على قدر قبائل بني إسرائيل، كل قبيلة تمشي وحدها في طريق. ومن عجيب فعل الله وقدرته أنهم يشاهدون بعضهم بعض، كل فرقة جدار من ماء زجاج يشاهدون بعضهم بعضا حتى لا يخافوا أو يقالوا هلك فلان وفلان. فكان كل فرق كالطود العظيم في العلو، ومع هذا يرى بعضهم بعضا كالزجاج. ولما عرف فرعون أن موسى مشى كون جيشه المكون من 100,000 فارس، وجاء وراءهم يريد أن يردهم بالقوة وأن يصرفهم عن طريقهم. فلما انفلق البحر ذلك الانفلاق العظيم ونجى بنو إسرائيل، جاء فرعون ورجاله فدخلوا البحر، والبحر أرض يابسة جافة، والماء من هنا وهناك كالبنيان. فلما توغلوا في البحر عن آخرهم أطبق الله عليهم البحر فأغرقهم أجمعين. اللهم إلا ما كان من فرعون ما هلك، بقي يطفو على سطح الماء حتى جاء إلى طرف الشاطئ ليكون آية من آيات الله. وهنا عرض عليه الإسلام، ما عرض لكن أسلم لما شاهد آثار قدرة الله، فقال حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال تعالى الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك فقط لتكون آية لمن خلفك، لتكون لمن خلفك آية. إذن وهنا قال تعالى
ولقد أوحينا إلى موسى أن أسري أن أسري والسري والسريان المشي بالليل. أوحى الله تعالى إلى موسى أن يسري ببني إسرائيل ليلا حتى لا يتفطن لهم الفراعنة ورجالهم، فاضرب لهم طريقا في البحر، اضرب لهم لبني إسرائيل طريقا في البحر يابسا جافا تراب. سبحان الله، البحر يصبح شارعا تراب رمل في الأرض. إيه نعم، يابسا لا تخاف دركا من وراك يدركونك من رجال الجيش الفرعوني، ولا تخشى غرقا أمامك. ولقد أوحينا إلى موسى ماذا؟ أن أسري بعبادي، من عباده؟ بنو إسرائيل، فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. وبالفعل كما علمتم ضرب البحر فانفلق 12 فرقا وأصبحت شوارع معبدة والأرض يابسة، واجتازوا البحر. فلما جاء فرعون بجيشه ودخل وراءهم البحر، لما توسطوا فيه أطبق الله عليهم البحر فأغرقهم أجمعين، وهلكوا كلهم في داخل البحر، ما ظهر منهم أحد إلا فرعون طاف على سطح الماء. هذا معنى قول ربنا عز وجل ولقد أوحينا إلى موسى ماذا؟ أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. والدرك الرجال الذين يدركون من طلبوه، والآن يسمون بعض الشرطة درك. قال تعالى فأتبعهم فرعون بجنوده، أتبعهم فرعون بجنوده. قالت العلماء قدر جنود بمئات ألف جندي، وليس بعجب. فغشيهم من اليم ما غشيهم، ما نستطيع أن نتصور كيف لما توغلوا في داخل البحر وهو عبارة عن طرق وشوارع، والشارع الجدار كالجبل كالطود العظيم، ثم أطبق الله عليهم البحر فغشيهم غطاهم ما غطاهم من يمين، ما نتصور هذا. ثم قال تعالى وأضل فرعون قومه وما هدى. أي والله أضل فرعون قومه وما هداهم إلى الإيمان والاستقامة على منهج الحق ليطهروا ويكملوا ويسعدوا في الدنيا والآخرة. حملهم على الشرك والكفر والعناد والتكذيب والعياذ بالله وتأليه غير الله وعبادة غير الله، يا ويله ويا ويلهم. أضل فرعون قوم وما هداهم، فأين ذلك التعالي والتجبر والتكبر والطغيان واوا، انتهى إلى أسوأ حال. ثم نادى الرب تبارك وتعالى بني إسرائيل، يا بني إسرائيل، يا أبناء إسحاق بن يعقوب بن إبراهيم المكنى بإسرائيل، قد أنجيناكم من عدوكم. من عدوهم؟ فرعون وجيوشه ورجاله. قد أنجيناكم وأنقذناكم من فرعون، أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن. هنا أحداث، لما خرجوا من البحر ناجين معافين سالمين في طريقهم إلى أين؟ إلى بيت المقدس، إلى أرض القدس، إلى أرض المعاد. والذي حصل فيه هو البحر الأحمر. فلما خرجوا
في طريقهم مروا بقرية من قرى تلك المنطقة، فوجدوا أهل القرية مشركين يعبدون أصناما آلهة عبارة عن عجل بقر مصنوع يعبدونه. فلجهل بني إسرائيل لأنهم عاشوا فترة من الزمن أكثر من 600 سنة وهم مهانون مذلون جهلاء، فقالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قالوا لموسى نبيهم اجعل لنا إلها نعبده كما لهؤلاء القوم آلهة يعبدونها. إذن فلما طلبوا هذا الطلب نبههم إلى خطأهم وعرفهم بما هم عليه من الضلال، ولكن قال لأخي هارون تولى القوم بعدي وأنا أذهب إلى ربي إلى جبل الطور ليناجي الله وأتي بالدستور لنحكمهم به. فقبل موسى الخلافة، هارون الولاية والخلافة، وتركه مع بني إسرائيل وذهب إلى جبل الطور، إذ قال تعالى وواعدناكم جانب الطور الأيمن، على أن يمشوا كلهم، لكن موسى استعجل. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها 10 فتم ميقات ربه 40 ليلة، وقال موسى لأخي هارون أخلفني في قومي وأصلح ولا اتبع سبيل المفسدين. ولما وصل موسى إلى جبل الطور من جهة يمينه، هو الجبل ما له يمين ولا يسار لكن يمين موسى، ثم ناداه ربه وناجاه وأعطاه التوراة، هذا القانون الذي يريد أن يحكم به الشعب الجديد شعب بني إسرائيل. وهنا لما عصوا هارون عليه السلام وعبدوا العجل الذي صنعه السامري وعكفوا حوله، فرجع موسى غضبانا أسفا، قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربك فأخذتم موعدي. والآيات كثيرة في هذا الباب. هنا ما كان من موسى إلا أن قتل السامري وكسر الصليب وذاك العجل، ولكن عاقبهم الله عز وجل لما قال لهم موسى هيا نمشي لقتال العمالقة في أرض القدس وإخراجهم من أرض القدس ونقيم دولتنا هناك، فقالوا ما نستطيع ما نقدر على هذا، اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. ماذا يفعل موسى؟ إذن فعاقبهم الله عز وجل بالتيهان، تاهوا 40 سنة في تلك الصحراء يرحلون يمشون 4 ساعات 5 ينزلون يجدون أنفسهم حيث نزلوا، يبيتون يخرجون من الغد يمشون يجدون أنفسهم حيث ما كانوا، 40 سنة يتيهون في الأرض. وفي هذه الحال من أين يأكلون وماذا يشربون؟ فمن الله تعالى عليهم بمنته العظيمة بمن السلوى، المن والسلوى، طير من أجمل الطيور يأتي بين أيديهم يذبحون ويأكلون، السلوى كالعسل كالفقاع في الأرض يأكلون منه. هذا ما أشار إليه تعالى هنا بقوله وأنزلنا عليكم المن والسلوى
كلوا من طيبات ما رزقناكم. 40 سنة وتوفي موسى وتوفي هارون عليهم السلام وتولى الخلافة يوشع بن نون تلميذ موسى، وجاء جيل جديد غير الأول ودخل بهم أرض القدس وانتصر ونصره الله وأقام دولة بني إسرائيل. فهذا الإيجاز يقول تعالى: يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم منا والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم. والطيبات معاشر المستمعين والمستمعات الحلال، الحرام ليس بطيب أبدا. كلمات الطيب في القرآن بمعنى الحلال وبمعنى غير المستقذر الذي فيه قذار ونجس. من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا في ذلك الأكل، لا تسرفوا فيه ولا تتجاوزوا الحد. لما؟ فيحل عليكم غضبي. وهكذا إذا أعرضت الأمة عن ربها وذكره والتفتت إلى غيره وعصته وفاجرت وخرج عن طاعته أغضبته، فيغضب، فإذا غضب انتقم. ذي سنة الله في الخليقة كلها، في البشرية كلها. كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. ومن يحلل، قراءة نافع، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى إلى جهنم. تذكرون قول الله تعالى: سأرهقه صعودا، وأن الصعود جبل في النار يصعده أهل النار 40 سنة وهم طالعون ثم يسقطون. قالوا: والهوى أيضا قصر في جهنم يهون منه ويسقطون 40 سنة، مسافة 40 عاما. وإن قلنا هوى بمعنى هالك وخسر في النار وهو كذلك، وهذا حكم عام. ومن يحلل عليه غضبي ويصبح مغضوبا عليه مني فقد خسر وهوى وهلك. ثم قال تعالى: وإني لغفار لمن تاب. هذه صفة من صفاته تعالى، واسم من أسمائه الغفار، كثير المغفرة لكل ذنب. هذا وصف الله بالغفار. فما من عبد يشرك يكفر يفجر يفعل ما يفعل الشياطين ثم يتوب إلا تاب الله عليه وغفر له. ومن أصر على الذنب ولم يتب فمصيره معلوم، نفس خبيثة لا تتلاءم معها إلا النار. ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. وإني لغفار لمن تاب، أولا من الشرك والكفر والمعاصي والذنوب، وآمل حق الإيمان وصدق التصديق الكامل وعمل صالحا، أي أدى الفرائض والواجبات التي شرعها الله لعباده لتزكية أنفسهم وتطهير أرواحهم، وعمل صالحا. وقد عرفنا العمل الصالح ما هو؟ ما شرعه الله عبادة لعباده من الجهاد والرباط إلى الصلاة والصيام إلى الذكر والتسبيح إلى إزالة الأذى من الطريق. كل ما شرع الله من أنواع العبادات القولية أو الفعلية هو عمل صالح، من فعله إيمانا واحتسابا كما شرعه الله زكى نفسه وطيبها وطهرها، ومن لم يعمله لن تزكو نفسه ولن تطيب، لأن العمل الصالح أداة التزكية كالماء والصابون للجسم والثوب،
فالعمل الصالح يزكي النفس ويطهرها كما يطهر الماء الثوب والبدن. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى ما ضل بعد ذلك. فقد يكون كافرا مشركا فاسقا فيتوب ويؤمن ويستقيم ويعبد الله 10 سنين 30 سنة ثم ينتكس ويرجع يهلك أيضا، ثم اهتدى على المنهج ماشيا حتى الموت. مرة ثانية أقول، تعهد الله تعالى لعباده أنه يغفر ذنوبهم إنهم تابوا ورجعوا وآمنوا وعملوا الصالحات ولو فعلوا ما فعلوا من الجرائم، لكن لابد أن تستمر التوبة إلى نهاية الحياة إلى الموت، وتلك هي الهداية. ثم اهتدى، ما خرج أبدا عن طريق الله، ما عاد إلى الشرك والذنوب والمعاصي. هذا معنى قوله تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. تاب من الشرك والكفر وآمن حق الإيمان وعمل الصالحات ثم ما تركها ولا تخلى عنها حتى توفاه الله عز وجل. إليكم شرح الآيات بعد هذا. قال معنى الآيات، إنه بعد الجدال الطويل والخصوم الشديدة التي دامت زمنا غير قصير وأبى فيها فرعون وقومه قبول الحق والإذعان له، أوحى تعالى إلى موسى عليه السلام بما أخبر به في قوله عز وجل ولقد أوحينا إلى موسى. وبأي شيء أوحى إليه؟ بالسر ببني إسرائيل، وهو قوله تعالى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي، وقوله فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا، أي اجعل لهم طريقا في وسط البحر، وذلك حاصل بعد ضربه البحر بالعصا فانفلق البحر فرقتين والطريق وسطه يبسا لا ماء فيه حتى اجتاز بنو إسرائيل البحر. ولما تابعهم فرعون ودخل البحر بجنوده أطبق الله تعالى عليهم البحر فأغرقهم أجمعين. بعد أن نجى موسى وبني إسرائيل، وهو معنى قوله تعالى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم، أي من ماء البحر، ما غشيهم أي الشيء العظيم من مياه البحر. وقوله تعالى لموسى لا تخاف دركا ولا تخشى، أي لا تخاف أن يدركك فرعون من ورائك ولا تخشى غرقا في البحر. وقوله تعالى وأضل فرعون قومه وما هدى، إخبار منه تعالى أن فرعون أضل أتباعه حيث حرمهم من الإيمان بالحق واتباع طريقه ودعاهم إلى الكفر بالحق وتجنب طريقه، فاتبعوه على ذلك فضلوا وما اهتدوا، وكان يزعم أنه ما يهديهم إلا سبيل الرشاد وكذب. وقوله تعالى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم أي فرعون، ووعدناكم جانب الطور الأيمن أي مع نبينا موسى لإنزال التوراة لهدايتكم وحكمكم، لإنزال وحكمكم بشرائعها، وأنزلنا عليكم المن والسلوى غذاء لكم في التيه، كلوا من طيبات ما رزقناكم، أي قلنا لكم كلوا من طيبات ما رزقناكم من حلال الطعام والشراب، ولا تطغوا فيه بترك الحلال إلى الحرام وبالإسراف في تناوله وعدم شكر الله تعالى عليه. وقوله تعالى فيحل عليكم غضبي، أي إن أنتم طغيتم فيه، ومن يحلل عليه غضبي أي ومن يجب عليه غضبي فقد هوى، أي في قعر جهنم وهلك. وقوله تعالى
وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، يعيدهم تعالى بأن يغفر لمن تاب منهم ومن غيرهم فآمن وعمل صالحا في أداء الفرائض، أي أداء الفرائض واجتناب المناهي، ثم استمر على ذلك ملازما له حتى مات. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. إليكم هداية الآيات. بسم الله والحمد لله. من هداية الآيات أولا تقرير النبوة المحمدية، إذ مثل هذا القصص لا يقصه إلا بوحي إليه، إذ لا سبيل إلى معرفته إلا من طريق الوحي الإلهي. من هداية الآيات، أول هداية أن هذه الآية تقرر والله إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، والله إنه لنبي الله ورسوله، كيف يأتي هذا الكلام ولا يكون نبيا؟ وقد عرفتم المكيات كلها تقرر هذه الحقيقة، إثبات النبوة المحمدية. نعم. ثانيا، آية انفلاق البحر ووجود طريق يابس فيه لبني إسرائيل حتى اجتازوه دالة على وجود الله تعالى وقدرته وعلمه ورحمته وحكمته. قطعا انفلاق البحر، البحر ينفلق كذا فلقا ويصبح شوارع وطرق، لولا وجود الله، لولا قدرة الله، لولا علم الله، كيف يتم هذا؟ هذا وحده يقول لا إله إلا الله، كيف يكفر بالله أو يعبد معه سواه وهو صاحب هذه القدرة العظيمة؟ نعم. ثالثا، تذكير اليهود المعاصرين للدعوة الإسلامية بإنعام الله تعالى على سلفهم لعلهم يشكرون فيتوبون فيسلمون. في الآيات تذكير اليهود بني إسرائيل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه النعم الإلهية التي كانت أنعم الله بها على أهلي على آبائهم وأجدادهم لعلهم يسلمون ويدخلون في الإسلام. أفادت الآيات تذكير بني إسرائيل بنعم الله على أجدادهم وما حل بهم. نعم. رابعا، تحريم الإسراف والظلم وكفر النعم. تحريم الإسراف في الأكل، في الشرب، في الكلام، في النكاح، في كل شيء. الإسراف مجاوزة الحد، لا بد من الاعتدال والقصد حتى في الكلام، الإسراف ممنوع، لكن في الأكل والشرب بصورة خاصة، كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ثانيا، الظلم محرم على الإطلاق، إن الله حرم الظلم والظلم ظلمات يوم القيامة، فلا يحل للمؤمن أن يضع شيئا في غير موضعه. الظلم ما هو؟ وضع الشيء في غير موضعه. من وضع شيء في غير موضعه ظالم. ألا لو تنام في الشارع وتعترض الطريق نمت في مكان لا يحل لك ظلمت، مثلا تقول كلمة لمؤمن تؤذي ظلمته، وضع الشيء في غير موضعه هو الظلم، والظلم حرام أبدا، نسأل الله العافية. كفر النعم بعدم شكرها، وهذه زلة أكثر الأمة واقعة فيها. يجب إذا أكلنا أن نقول الحمد لله، إذا شربنا، إذا ركبنا، إذا لبسنا، إذا تكلمنا، إذا مشينا دائما الحمد لله، شكر الله على نعمه. كيف نأكل، كيف نشرب، كيف نلبس، كيف نركب، كيف نسكن، كيف يعيش أناس طول النهار ما يعرف الحمد لله، ولهذا فضل الله والعياذ بالله تعالى، مع أن علة وجودنا أن نشكر الله عز وجل ونذكره. إذن فعلينا دائما كلمة الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، لا تفارق ألسنتنا، والشكر لله. خامسا وأخيرا، الغضب صفة لله تعالى كما يليق ذلك بجلاله وكماله لا كصفات المحدثين. الله يغضب وغضبه مستحيل أن يكون كغضب العباد والمخلوقات، غضبه يليق بجلاله وكماله
ومن غضب الله عليه أهلكه، نعوذ بالله تعالى من الغضب. ونقول في سورة الفاتحة: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، وهم الذين عرفوا الطريق وتنكروا له، عرفوا الحق وبعدوا عنه، عرفوا الإيمان والإسلام وكفروا بهما.